السلام عليكم. ما انا قلت اعمل سريع كده. طبعا كلنا عرفنا قد تم تأجيل الدراسة 15 يوم، ونعتبر دوت يعني شيء احترازي وقائي اي كان المسمى. تمام. طيب هل في مثلا حاجات ممكن نعملها من خلالها ان احنا نحافظ شوية او نساعد الدنيا اكتر، نحافظ على اولادنا؟ طبعا دي صفحتي، صفحة سلوكيشن، ودايما بقول هي تعديل سلوك عام. يعني ممكن نقول من ضمن تعديل السلوك هو تعديل نظام الغذائي اللي ممكن نقدمه لاولادنا. طيب ايه الجديد اللي احنا هنضيفه للموضوع؟ اول حاجة ياريت نتجنب استخدام البلاستيك، ياريت ان احنا نتجنب الموضوع دوت، لان الموضوع ده مهم جدا وناس كتير اتكلمت فيه، ولكن الناس خدته باستخفاف. ياريت اللي يدخل يقول لي الصوت كويس ولا لا. فموضوع ان احنا نتجنب البلاستيك، لان البلاستيك دوت بيؤدي لتنشيط اللي بنقول مثلا تنشيط الغدد اللي بتساعد على نمو الحاجات اللي هي الكانسر والحاجات دول. تمام. انا مش دكتورة، ولكن طبعا قرأت في الموضوع ده كتير جدا، وعرفت ان استخدام البلاستيك يعني شيء ضار جدا 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 بالصحة. ومن اوله ان طبعا احنا بنستسهل، بنقدم لاولادنا الاكل في الاطباق البلاستيك، المية ممكن نلاقي ناس بتسخن الاكل في الميكرويف بطريقة يعني عادي، اللي هو عادي. وطبعا بنروح مثلا نشتري اكل دليفري او اي حاجة، برضو بنستخدمه برضو في حاجات بلاستيك. كل ده طبعا بيضر اولادنا وبيخلي غدة اللي هي الغدة الدرقية ما بتعملش بكفاءة. احنا بنأذي ومبنديهاش فرصة ان هي تشتغل صح، بنعملها زي بلوك كده. فالبلوك ده بيأثر تأثير كبير جدا عليها وبيخلي عطائها قليل جدا. تمام. فنحاول بقدر الامكان ان احنا نستعيد او ان احنا نبدل البلاستيكات والمواد البلاستيكية والاكياس اللي بيبقى فيها الاكل بحاجات اكثر صحة. طبعا ان انا بقول لابني اغسل ايديك بطريقة صحيحة، ان كان بديتول او بمواد مادة مطهرة، ده ما فيهاش اي حاجة. لما اقول له اغسل ايدك مرة واتنين، بلاش ابني يستخدم ادوات حد من اصحابه. مش كل اولادنا عندهم الادراك الكافي والواعي ان هم يعني يفهموا الكلام ده، فلازم احنا نقول الكلام دوت، ولازم اكد على ابني وعلى بنتي الكلام دوت. احنا لازم نكون عندنا الوعي ده ولازم نقوله. طبعا في اكلات كتيرة جدا بتساعد ان احنا نقوي جهاز المناعة عند اولادنا. دايما اولادنا يتدلعوا قوي، ومثلا ما بتعمله بيضه او حاجه فياخد البياض ويسيب الصفار، ولو ان الصفار دوت اكتر حاجه فيها افاده. الكبده، المفلوف، او الحاجات الخضروات اللي فيها او ورقيه زي الكرومب زي البروكلي زي فيها افاده كبيره جدا جدا. يا ريت نكون الفتره الجايه دي حريصين جدا جدا ان احنا ناكل اولادنا الحاجات دي، واحنا كمان ناكلها طبعا عشان نقوي جهاز المناعه. فبلاش نتكاسل ونقول ما احنا ايه اللي هيحصل. لا، هيحصل. دلوقتي احنا وصلنا ان احنا بنقول 15 يوم، يعني 15 يوم
انا الميكروب او فيروس، فتأكيد اللي جاي ربنا اعلم بيه، يا رب يجي سالم وان شاء الله باذن الله ما يحصلش اي حاجه وحشه، ولكن مش عيب ولا غلط ان انا خططي اولادي ربنا يجيبوا العيش في كيس شنطه كده بلاستيك. طب ليه؟ طب ما انا يعني اكون حذر جدا في الموضوع دون. يعني العيش سخن والكيس طبعا بلاستيك، فتأكيد هيحصل فيه تفاعل. ان انا اقدم لاولادي الاكل في اطباق بلاستيك، طب ليه؟ طب ما انا اطلع طبق صيني، اطلع طبق ازاز واستعيد بالامور ده. ما احنا مش حامل كمان ان جهاز المناعه يعني يتحطم ويتدمر، لدرجه ان مثلا لا قدر الله دلوقتي بنسمع ان امراض الكانسر بقت منتشره بشكل يعني كبير جدا، ويعني ما عادش مثلا قاصر على النساء بس، بقى يعني بقى كله رجاله اولاد كله بقى ممكن نلاقي معرض للموضوع يعني. فطبعا لما اخد احتياطي ده مش عيب، ده مش غلط، بالعكس هيحسب ليا وربنا ان شاء الله خير حافظ يعني. فانا حبيت ان انا اكلم معاكم الكلمتين دول على السريع، ومن ضمن الحالة العامة اللي طبعا فيها. ربنا يسلمنا جميعا يا رب ويحفظنا وكتير بإذن الله، ويسلم أولادنا ويسلمنا يا رب من كل شر، ويكون اللي جاي بفضل الله عز وجل وحسن الظن بربنا يكون أفضل إن شاء الله. بس إحنا نحاول بقدر الإمكان إن إحنا حاجات بسيطة كده المفترض عندنا الوعي الكافي بيها، إن كان نظافة، إن كان إرشادات لأولادنا ونصح، ان كان حتى وقاية لينا احنا نشرب مثلا ليمون كتير، ناكل بصل، نكتر التوم في الاكل. الحاجات بالعكس هتفيدنا مش هتضرنا، هتخلي الجسم عنده مقاومة اكتر. فربنا يا رب يسلمكم جميعا. انا حبيت اتكلم الكلمتين دول، ربنا يا رب ينفعنا يا رب بالعلم النافع. وبجد ان شاء الله ان شاء الله يا رب يسلم اولادنا ويحفظهم ويحفظنا يا رب ان شاء الله من كل حاجه يعني. زي ما بقول كده، نقلل من استخدام البلاستيك، يا ريت كل استخدام البلاستيك، يا ريت نقلل من الاكل المحطوط معلب في علب بلاستيك. يا ريت نكون حريصين ان لما يبقى عندي جبن معانا في التلاجة برضو اطلعها من الطبق بتاع البلاستيك ده واحطها في طبق تاني استعاض عنه، بحيث ان انا برضو ما سيبش الاكل يتعرض فترة طويلة للبلاستيك اكتر. انا لسه سامعة كذا فيديو قبل ما انزل، انا مش خبيرة في الموضوع، بس قالك الاستروجين اللي هو اللي بنكتسبه يعني دوت، لما انا مثلا بتعرض لمادة البلاستيك ده والحاجات المواد البلاستيك دي بتضر جدا. طب وليه؟ طب ما انا النيش بتاعنا كلنا نيش ملوش اي اهمية، رمين فيه الاطباق وكوبايات، بدل ما اجيب كوباية بلاستيك لا هجيب كوباية ازاز، بدل ما اكل في طبق بلاستيك اكل في طبق صيني في طبق ازاز. يا ريت ناخد بالنا من النقط دي، هي نقط بسيطة بنغفل عنها ونقول يلا يعني ده الاولاد بياكلوا خلاص، ولكن هي نقط مهمة جدا جدا ولازم ان احنا ناخد بالنا منها ونكون حريصين جدا 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 فيها. طريقة الاكل بتاعت اولادنا، يعني ان انا استسهل ان ابني او بنتي هم بياكلوا خلاص، جاب ساندوتش من بره معرفش معمول ازاي. يعني احنا دلوقتي بنقول يا ريت يا ريت نقلل من طلبات الاكل من بره. طبعا يا جماعه معلش، يمكن هي كلام بسيط وحاجات بسيطه، بس يا ريت ناخد بالنا منها. ربنا يا رب يعديها على مصر بخير وعلينا واحفظنا، واجعل ان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل بكتير ان شاء الله باذن الله.
ربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم، وخلي بالكم من اولادكم، ومش